مرحبا. In a previous video كنت حكيت عن الأشياء الأساسية اللي لازم دايما تاخذها بعين الاعتبار لما بدك تنقي أي مدرسة طيران مناسبة لإلك لحتى تبلش الفلايت تريننج تبعك. بهذا الفيديو بدي زيد نقطة على كل شيء ذكرته بالفيديو السابق اللي فيكم تشوفوه هون على تيك توك أو على باقي صفحات السوشيال ميديا، وهيدي النقطة هي إنه دايما جرب اختار فلايت سكول تكون موجودة بكنترولد ايربورت. ليش؟ إذا أنت بعد الـ Private Pilot License تبعك، يعني بعد رخصة الطيران الخاص، عندك النية بأنك تكمل التريننج لحتى توصل وتحصل على الـ Commercial Pilot License مع Multi Engine و IR، فالنصيحة هي بأنه أنت تبلش التريننج تبعك بـ Flight School موجودة بـ Controlled Airport، يعني مطار موجود في ATC Air Traffic Controller. وهون خلي ببالك بأنه العادات والمهارات اللي حتبنيها أنت وحتكسبها خلال Initial Training تبعك، يعني مرحلة الـ PPL، هي حتضلها مرافقتك بكل مراحل التريننج لحد الكوميرشال بايلوت لايسنس مالتي انجن اي ار. وهون بيجي للهدف من الفيديو بانه اذا انت بلشت التريننج تبعك بان كنترول اير درام، اوكي، ما في اير ترافيك كنترولر، ومنك انت مش عم تبني عاده بانك انت تبني كوركت كوميونيكيشنز اكوردنج تو ستاندردز، عارف كيف، مع كنترولر بتاور او تسمع على اي تيز الاير ترافيك انفورميشن سيرفيس، اوكي، فهون انت حتواجه مشكله بالمستقبل لما انت تروح لحتى تعمل كوميرشال بايلوت لايسنس مالتي انجن اي ار بكنترولد اير درام، بمدرسه طيران موجوده بمطار يخضع لحركه مراقبه جويه، في مراقب جوي، اوكي. وهذا الشيء انا عم بحكيه لانه في كثير طلاب عملت البرايفت بايلوت لايسنس تبعها بمدارس طيران موجوده بان كنترولد اير درام، وبعد هيك اجت لحتى تكمل التريننج تبعها بمطار controlled، فعم تواجه مشاكل جدا كبيرة من انه ask for a weather clearance و startup clearance، sorry weather information و startup clearance، بان to ask for a taxi clearance، for departure، لكل هيدي الامور عندها مشاكل بان هي تقدر تبني communication مظبوط، ما فيش عندها المنتاليتي بان هي تتلقى المعلومات من المراقب الجوي تدونها وترجع تعيدها، اوكي. فهيدا مشكلة بالمستقبل منا مستحيلة، بس حتواجه مشكلة كتير كبيرة بأنك أنت تقدر تتأقلم مع جو بأنه أنت لازم تعمل كوميونيكيشن مظبوط، أوكي، لحتى تقدر تاخذ كليرنس، لحتى for your own safety كمان، أوكي. هذا الهدف من الفيديو، دايما اختار مدرسة طيران موجودة بكنترولد اير درام، لأنه هذا الشيء حيهون عليك بالمستقبل لما انت تكمل لحتى تحصل على الكوميرشال بايلوت لايسنس تبعك مالتي انجن واي ار.